بيبقى في نهاية المشي كده، يعني دي الصدادة بتاعت النهاية اهي. قبل صدادة النهاية بعمل انا السويتش هنوت، اول ما يجي الوش متحرك كده يجي يمشي ويجي على النهاية يقوم يفصل لي الاول قبل ما يوصل لصدادة النهاية. كذلك العربية، العربية عندي عليها ليمتين اثنين، ليمت امامي على الجيب وليمت خلفي. الليمت الامامي وظيفته ان الولاش لو هو بيدي عربية قدام وسوها عليه ما خدش باله يجي في النهاية يقوم ضارب الليمت سويتش يوصلها الحركة بتاعت العربية تقف العربية مكانها. وكذلك لو العربية راجعة ورا في ليمت سويتش ورا يفصل الحركة عن الموتور لو الولاش مش واخد باله. هي كده بتخش على الكاميرا اللي شفناها دلوقتي اللي بكر ده، بتخش بالكاميرا ويتحرك عليها قدام ورا. اشيل الوايرات بقى في الهوستيل اللي فيه.